اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين وحلقه جديده من برنامج فولو اون، البرنامج اللي بيغطي لحضراتكم يعني اخر واحدث ما يتابعه المستخدمون على شبكات التواصل الاجتماعي، وبنطلب من حضراتكم تشاركونا بارائكم ومقترحاتكم والفيديوهات اللي حابين تشاركونا فيها على هاشتاج فولو اون، وده موجود على فيسبوك وتويتر وانستجرام وعلى صفحتنا الرسميه على فيسبوك وتويتر فولو اون سوشيال، وعلى صفحه قناه اون لايف الرسميه على فيسبوك اون تي في لايف. وهنبدا من موقع جوجل اكبر محرك بحث على الانترنت علشان نشوف حضراتكم مهتمين بايه وبتعملوا سيرش على ايه على مدار اليوم. جوجل ترندز في مصر كانت كلمة تشكيل منتخب مصر أمام الكاميرون من أكثر الكلمات بحثاً خلال 24 ساعة اللي فاتوا. النهاردة طبعاً مباراة منتخبنا الوطني في نهائي أمم أفريقيا 2017 اللي بتقام في الجابون أمام منتخب الكاميرون، واللي هتقام إن شاء الله النهاردة الساعة 9 مساءً. الناس كلها مركزة مع الإصابات اللي بتضرب لعيبة المنتخب، مروان والنني وشيفو وكوكا ونزلة البرد بتاعة الحضري ربنا يستر. الناس عايزين يعرفوا هيكتور كوبر هيبتدي التشكيل شكله عامل إزاي. ومن جوجل هنروح لموقع تويتر. في تويتر الموضوع الأبرز كان برضو مباراة مصر والكاميرون بأكثر من هاشتاج، أبرزهم يا رب الكاس لمصر يا رب. تعالوا نشوف شوية تويتس وكوميكس على الهاشتاج ده لأن الدنيا اتقلبت مسخرة جدا من امبارح. وطبعا ملاحظين انه الفنان الكوميدي محمد هنيدي ما بيفوتش فرصه ان هو يستخدم تويتر في ان هو يرمي قلشه كويسه في اي مناسبه وبين اي اتنين بيتخانقوا، والنهارده على المباراه وفي نهائي كاس امم افريقيا 2008 في غانا كنا بنلتقي بالكاميرون للمره الثانيه وفي نفس البطوله. سجل ابو تريكه هدف تاريخي اخذت بيه مصر كاس بعد تمريره سحريه من اللاعب محمد زيدان اللي دخل ماتش مصارعه مع المدافع الكاميروني الكبير سونج، وظهرت وقتها عباره سونج وزيدان سونج وزيدان. تعالوا نشوف الناس فاكرين ايه عن العباره دي. ستكون اللاعبين ميتين بدنيا لكن يعطيهم كل ما عندهم، يلعبوا 150 و200%. والسونج وزيدان والسونج وزيدان والسونج وزيدان هي خطيره والسونج صعبه وامكانيه وجول والله هو انا فاكر ان الجون ده كان في الدقيقه حوالي 73 من المباراه. مذيع تونسي ساعتها بيقول جوزو جوزو جو والسونج جوزو سونج حطها جون، ده اللي فاكره عن الماتش يعني، بس كان ماتش جميل يعني بينهم وبين الكاميرون. اما حصل التناوش بين سونج وزيدان سونج وزيدان سونج وزيدان والسونج وزيدان والسونج وزيدان والسونج وزيدان ولعبها لابو تريكه اللي ما كانش ظاهر في الصوره خالص، يعني كانت اكبر فرحه. طبعا الجمله دي اتقالت في 2008 بالماتش بتاع مصر والكاميرون، فكان في النهائي تقريبا بتاع كاس افريقيا. جمله طبعا رائعه من المعلق عصام الشوالي، وهي هتبقى خالده في التاريخ زي جمله بيبو بشير. النهائي كان بين مصر والكاميرون، طبعا ذكرياتي بتفكرني ببيبو بشير بالرغم ان انا زملكاوي، لكن كانت بتفكرني برضه الجمله دي سونج وزيدان بيبو بشير. زيدان استموت مع سونج لعيب كويس وباك جامد جدا، ومع ذلك استموت في الكره استموت ابن امه لا مؤاخذه ما يقدرش يعملها. احنا مش متوقعين ان زيدان اللي قد كده هياخدها منه بصراحه يعني، وبعد كده الحكم طلع كويس، احنا قلنا فاول مش فاول، بس اللي ملفت بقى بتاعت ابو تريكه جه ازاي؟ بجد والله كان من نص الملعب مش باين. زيدان لما هجموا عليه اتنين وخدوها منه ووقع نفسه وخد الكوره بسن الجزمه رماها لابو تريكه، وابو تريكه يعني شطها قنبله. انا عندي ايحاء بامانه ان زيدان هياخد الكوره ويستخلصها من سونج، لان بصراحه كان عنده اصرار وعزيمه، وفي نفس الوقت زيدان ده لعيب محترف. ما حدش فينا كان متوقع اصلا ان ممكن زيدان يلحقها او ممكن زيدان يعافر فيها، حتى لما لحقها كانت
18 عندهم فاضيه خالص، ابو تريكه ظهر كده فجاه، هي خطيره والصاد والصعبه وامكانيه وجول وجول، كره ميته جدا مره واحده هوب مش عارف جول ابو تريكه. فاكر كنت قاعد على الكرسي وامتي كسرت كرسي وابويا واهلي يعني، وفرحنا جدا جدا بالجون ده. كنت موجود ساعتها بصراحه في ايطاليا، كنت شغال في فندق هناك وكنت بتفرج على الماتش من الباك اوفيس. انا فاكر ان احنا اصحابنا كلنا، واحد من اصحابنا كان قاعد على القهوه وراح ناطر الطاطوه اللي هي كانت بيشرب عليها الحاجه دي واتنطرت فوق، الناس كلها ما حدش بقى قاعد طبعا في مكانه، كله كان بيهيص كله كان بيفرح. كنا عند في مدينه نصر، وكان مدينه نصر كلها اتقفلت والشباب كان بالعربيات، وكان يوم متعه، وكان يعني الجمله دي ترددت في اذهاننا. فكرنا بالاحباب والصحاب لما كنا لسه شباب بنسمع الماتش والحاجات دي. كنا قاعدين بنتفرج في الكافيتيريا مع اصحابنا وكده، يعني فرحه لا توصف وجون لا ينسى طبعا، ونتمنى انه يتكرر يوم الاحد ان شاء الله في النهائي قدام الكاميرون برضو، ويبقى المره دي ان شاء الله محمد صلاح اللي يجيب جون ان شاء الله. احنا بنكسب بعزيمه المصريين وباراده الشعب وباراده ربنا. بالاخلاق وبالاحترام هنغلب باذن الله 2-1، وهنفرح نفس الفرحه بتاعت 98. المعلق عصام الشوالي، ولما ترجع جاب الجون الشوالي قال بوتريكا بوتريكا رايح لك على الأريكا وعمل لك مزيكا واستمتع ببوتريكا بوتريكا 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 رايح لك على الأريكا رايح لك على الأريكا وعمل لك مزيكا واستمتع ببوتريكا. 2008 احنا خدنا الكاس تقريبا، صح ولا غلط؟ انا غلطان ولا بالنسبه لذكريات انا في الجون ده، انا حضرته في الملعب في غانا في 2008. هنسيب الموضوع ده ونسيب تويتر ونروح ليوتيوب نشوف فيه ايه. في يوتيوب من اكتر الفيديوز اللي اتشافت خلال 24 ساعه اللي فاتوا كان فيديو للفنان تامر حسني خلال مشاهدته لضربه الجزاء الاخيره اللي صدها عصام الحضري قدام بوركينا فاسو، واللي نجحت انها توصل مصر للمباراه النهائيه اللي هتقام النهارده امام الكاميرون. حضر يا صداح حالا يا رب. هو متعادلين اتصدت خلاص، متعادلين يا دكتور. احنا جايبين اربعه. ايوه انا بقول كده يا ابني، صداع نكسب يا ابني، صداع نكسب. اه انا قلت كده، صداع اهو بالظبط. مش بقول لك يا دكتور، يا بقولها وكل الثقه على فكره يعني. يا رب يا رب، مفيش هزه واحده يا رب. ان شاء الله نعيد نفس الافراح دي النهارده في المباراه النهائيه، ومن يوتيوب نروح على فيسبوك. اول فيديوهات ترند النهارده على فيسبوك متعلقه برضو بمباراه المنتخب، فيديو نشرته صفحه الاتحاد الافريقي على فيسبوك من ايام، ولسه بيتم اعاده نشره لحد دلوقتي لحارسنا الكبير السد العالي عصام الحضري خلال صده الركله الاخيره من مباراه بوركينا فاسو وخلال استلامه جائزه افضل لاعب في مباراه نصف النهائي. تحيا مصر. الفيديو الثاني في الترند النهارده في فيسبوك معانا هو فيديو لنجم هال سيتي الانجليزي احمد المحمدي، واللي برضه نشرته صفحه الاتحاد الافريقي على فيسبوك. طبيعي الحلقه كلها تبقى كوره يعني، الناس متوقعه.
وتشجيعكم لينا ان شاء الله باذن الله يكون دعم كبير لينا ان شاء الله في حصول على كاس افريقيا باذن الله. احمد محمد. ان شاء الله. اصدقاء لاعب منتخبنا الوطني كابتن محمد صلاح في روما الايطالي، البولندي تشيزني والبوسني ايدين جيكو عملوا فيديو بيتمنوا فيه الفوز لصلاح في نهائي امم افريقيا، وده من خلال صفحه روما الرسميه على فيسبوك. ماما we are very sad that you're in the final because we wanted you to come back earlier, but since you are in the final we wish you all the best. We hope you score the winning goal and you come back happy and you help us win trophies as well. Bravo. Good luck Momo again for me and we need you back as soon as possible Momo. You need to score some goals for AS Roma as well. Salam alaikum. Salam alaikum Momo. Good luck tomorrow. في يوم الخير طبعا. واخر فيديوهات ترند النهارده على فيسبوك متعلقه برضو بالمباراه النهائيه، ومع ان المنتخب وصل للنهائي لكن في بعض الجماهير لحد دلوقتي مش مقتنعين ان هيكتور كوبر مدرب كويس وارجعوا انتصاراته الاخيره لانه ماشي بنور الله. مولانا كوبر ماشي في نور الله. ومن فيسبوك نروح لانستجرام. نسيب الكرة شوية صغيرين، ومن أكثر الفيديوهات مشاهدة على انستجرام الساعة اللي فاتت كان لأسد بياكل كاميرا جو برو اتحطت علشان تصوره. بلانا وشك. تقديمة سيجمنت فيديو. اهلا بكم مره ثانيه اعزائنا المشاهدين، و رجعنا لكم مره ثانيه، ولكن هنرجع نطلع فاصل ونرجع لكم مع حلقه النهارده من برنامج فولو اون. رجعنا لحضراتكم اعزائنا المشاهدين مع حلقه النهارده من برنامج فولو اون، وفقراتنا اللي فاتت كلها كانت متعلقه بالترند. هنروح مع حضراتكم لفقره الفيديوز اللي هي من المواد الاساسيه للترفيه على السوشيال ميديا. تعالوا نشوف مع بعض ابرز فيديوهات اليوم. صناعه السينما بتدخل في اهتمامات الناس، والفيديوز اللي جاي بيوضح ازاي المؤثرات الصوتيه بتتعمل وتتسجل علشان نقدر نستعين بيها في الافلام، ويا ريت نستفيد منها يوما ما في السينما المصريه، علشان صوت الضرب بالقلم اكيد مش نفس صوت ضرب الرصاص. Thank you.
في مصر طبعا لما بتحصل حادثة الناس كلها بتتجمع حوالين الحادثة، اللي بيحاول يساعد والباقيين بيتفرجوا، كل واحد بيشوف اللي عنده كلمة حلوة يقولها. الروح الجماعية دي حاجة جميلة، بس في كوريا الجنوبية الناس عندها روح تعاونية برضو بشكل مختلف. علميا هي أفضل، بس يعني ما فيهاش نفس إحساس عارف روحنا الوطنية اللي بنتجمع بيها على الحادثة دي. تعالوا نشوف. زي عندنا بالظبط، ولكنكم تحبون الكوريون. الكوريين دايما بنتكلم عن الامهات وتضحياتهم. السوبر ماما وعيد الام والمظلوم دايما في هذه القصه هو الاب المسكين اللي ما عندوش يوم للاحتفال بيه، عنده بس ما حدش بيحس بيه. الناس على السوشيال ميديا نشروا فيديو للابهات وانقاذهم لاولادهم في اخر لحظه بشكل فدائي واحسن من الام بشويه، من غير ما ينتظر ولا مكافاه ولا كلمه شكر ولا عيد ام. الأبوة مش بس موجودة عند البشر زي ما شفنا مع حضراتكم، أبهات بيحاولوا ينقذوا أطفالهم. الفيديو اللي جاي فيه عجل بيحاول ينقذ ابنه برضو. صحيح، بس دي كانت بقرة بتحاول تنقذ ابنها أمومة. كلنا عارفين لعبة الدارتس أو الرشق بالسهام. في الفيديو جاي في شيء جديد، الرشق بالشواكيش. الرشق بالفؤوس، كلنا شفنا حلقات وودي وود بيكر او نقار الخشب زي ما كنا بنسميه. عايز اقول لكم ان ده كائن حقيقي فعلا، وفعلا بينقر الخشب، وان ده ما كانش خيال رسامين خالص، موجود في الحقيقه. تعالوا نشوف.
احمد عدويه ما بيتاخرش عن عياده اي مريض، وده واضح من ايام اغنيه سلامتها ام حسن. مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للفنان احمد عدويه وهو بيزور شعبوله في المستشفى وبيغني له ربنا يشفيك يا شعبوله ويديك على قد نيتك يا عدويه. بيكي الحلو الجميل تملي منوره وفي اللي شاغلني وخبيه لمدره شبابيك الحلو جنبي ابو عصام تملي منوره ورد على الستاير وعليا مزاج ليله وقلبي بحب وحاير ونار مش علينا. الفيديو اللي جاي ده من الذاكره، وده لقاء نادر مع الفنان والمخرج الراحل السيد راضي مع التلفزيون السوداني بمناسبه ان النهارده ذكرى ميلاده. فنان كبير السيد راضي اتولد في الخامس من فبراير سنه 1935. انا بقى دي حاجه ثانيه عندي، انا عندي شيء بيكلمني لان انا الحاله اللي بتيجي عبد الرحمن وسالنا عليها. انا قبل ما اخد المسرحيه بنعزل عن الناس مش كتير عشان ما نقولش كلام ايه، يوم اثنين انعزل ما اكلمش حد ويبقوا لحد ما الشخصيات تكلمني وانا اكلمها في العرض المسرحي اللي هعمله ويناقشوني ويتخانقوا معايا وده ولا ده، تستقر الصوره في دماغي. خلاص استقرت في دماغي اختار. انا بصفتي ان انا مدرب في الاخراج من 62 وتربيت على قديم جورج ابيض وزكي طليمات وفتح نشاطي وده تربيه زمان. خرجت في الاخر بحاجه خاصه بيا ان الادوار بتنادي الثقافه. وانت تقرا النص تحس بيه انه مثل بحس بيه. الدور ده بيقول ايه فردوس عبد الحميد، ده يحيى الفخراني، ده فاروق الفيشاني. الادوار بتتكلمك بتقول لك ده هاتوا. ولو انا اخطات فاهمني بتعب بقى معاه عشان اوصله الحاله عشان هو بقى الشخصيه ديت. وبعدين انا ما اقدم شاب جديد، انا بحطه على في عقلي بشكل اخر. ما انا اقدم واحد اعرفه شكل اداؤه ايه، بتخيله بقى على في على الجمهور والروايه بتتعرض لانه جديد واشوف رد الفعل ايه. هل ده هيجيب نتيجه؟ اتبناها على طول وادي له كل الامكانيات وابدا اعلمه وانا اتني وراه لحد ما يوصل للصوره. اذا العمليه ما هي سهله وما هيش امشي شمال وامشي يمين ونور هنا اضاءه لا 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 لا، مع العلم ان احنا في عصر فيه تكنولوجيا على اعلى مستوى. فاصبح خدمه الفنان اللي هيأدي هذه الادوار بقت سهله كمان، محطوط في وعاء سليم فيه كل التكنولوجيا وكل. وهنا نكون وصلنا لختام حلقة النهاردة من برنامج فولو أون. إلى اللقاء.